اهلا بكم اعزائي مشاهدي ملعب اون تايم في كل مكان وحلقه جديده. الف مبروك للنادي الاهلي النهارده الفوز على النادي الاسماعيلي، ومباراه واحده تفصل النادي الاهلي عن الحصول على بطوله الدوري هذا العام، وهو فوز مستحق وبطوله مستحقه للنادي الاهلي. النادي الاهلي يستحقها وجمهوره يستحق البطوله ويستحق المركز الاول عن جداره. الاهلي بيخلص بدري وممكن يبقى عنده وقت طويل جدا 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 فايلر يعمل فيه كل اللي نفسه فيه. قلت لكم قبل كده من فتره ان فايلر عامل جدول، الحقيقه فايلر اشتغل بسيستم النوك اوت، ما طولش المباراه بسيستم الملاكمه، اشتغل بالفيرستين بتاعه بالتشكيل الاساسي، واشتغل من اول ما رجع الدوري ان هو يفنش ويخلص بدري، هيبقى عنده فرصه يبص على جميع اللاعبين. هنا في التوقيت ده مش هيبقى فيه حجه للاعبين، ودي فرصه لن تتكرر، لان دي فرصه ما تلاقيهاش في الاهلي ولا في الزمالك، ما تلاقيهاش في فرقه بتلعب على كل ماتش وكل بطوله، كل ماتش بحساب. فاعتقد ان هو هيبقى عنده فرص كبيره جدا، هيدي مجموعه حراس مرمى اللي عنده علي لطفي ومصطفى شوبير، وهيدي مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. كمان عند فايلر الميزه ان هو لو خلص الدوري المباراة القادمة أو حتى بعد القادمة الأمور هتبقى عنده فيها وقت كبير جدا يبص، لأن عنده البطولة الأفريقية، فهيقعد يبص على مجموعة اللاعبين اللي هو يحتاجهم أو يشتغل بيهم بطولة أفريقية، فهيبقى عنده هدفين. البطولة الأفريقية هيشتغل بمين، السنة الجاية هيأيد مين ومحتاج مين وهيجيب مين وهيودي مين. فايلر السنة دي بتفنيشة الدوري بالشكل ده عنده فرصة جيدة جدا للبطولة الأفريقية. تأجيل البطولة الأفريقية على فكرة كان مباركة من النادي الأهلي، النادي الأهلي قال أنا موافق على اللعب في الميعاد، ولكن لو في ظروف عند الأخوة الأشقاء في المغرب مفيش مشكلة، وده إدى مساحة وقت للنادي الأهلي. وتصريحات الحقيقة وشيء يحترم، لأن إحنا في الآخر واحد وطبيعي إن إحنا نقدر ظروف بعض. ده أول نقطة النهاردة.